إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهل هذه تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟ إذا قال أنت طالق بالثلاث هذا محل خلاف بين أهل العلم، إذا جمع الثلاث بكلمة واحدة هذا محل خلاف بين أهل العلم، الذي عليه الجمهور أنه يعتبر ثلاثا، هو الذي أمضاه عمر رضي الله تعالى عنه، وكان هذا في محضر المهاجرين والأنصار، الذي أمضاه عمر أنه كان ثلاثا، أن ثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثا وهو قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض المحققين من العلماء إلى أن الثلاث بلفظ واحد يكون طلقة واحدة، قوله تعالى الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له، فجعل الله سبحانه وتعالى الطلاق مفرقا ولم يجعله مجموعا، وذلك رحمة للأمة من أجل أن يتروى وربما يندم فيكون أمامه فرصة للمراجعة، أما إذا جمع بكلمة واحدة فقد أحرج نفسه ووقع في الإثم، الجمهور على أنه يقع ثلاثا، وجماعة من المحققين يرون أنه يقع واحدة، لأن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر الصديق كان الطلاق كان الثلاث واحدة كما جاء في الحديث، والمسألة فيها خلاف قوي، ولكن الجمهور على أنه يقع ثلاثا. جزاكم الله خيرا. والمسألة سائسة جدا، المسألة سائسة جدا. جزاكم الله خيرا. الأخ يقول المسلم في الصلاة، الأخ المسلم يعتبره ثلاث. نعم. السلام عليكم.